كصفاء، قبل الفاصل تطرقنا إلى موضوع، والآن أريد أن أنتقل إلى موضوع آخر وموضوع جدا مهم، موضوع تداولات وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا وسائل الإعلام، تقول بأن هنالك سطو من قبل مجهولين على أراضي في البعاثة وعرب جبور، يعني هذه المناطق يقول لك اليوم أكو نزاع عليها بسبب أنه أكو مستثمرين يريدون يحولون جنسها، وأكو مستثمرين أساسا يريدون يحولوها من زراعي إلى سكني. اليوم هذا الموضوع شلون نشوفه؟ هناك مناشدات كثيرة يقول لك بأنه هذه تقدر بمليارات وهذه أيضا حقوق ناس. نعم، هذا أيضا وجه آخر من أوجه الفساد للأسف الموجودة في البلد. هناك بالفعل بعض الأراضي الزراعية، مو بس بمنطقة الدورة والبعيثة، في مناطق متفرقة من بغداد. مشهد الجادرية ليس ببعيد، اتخذ الإجراءات القانونية ضد بعض اللي صارت عليه ضجة إعلامية كبيرة. هناك بعض الأراضي الزراعية في مناطق في بغداد الجديدة، أطراف بغداد الجديدة بالفضيلية وغيرها، أيضا هذا الملف أنا شفته بعيني، يعني مفتوح بالمحكمة على استيلاء بعض الشخصيات اللي تتبع لبعض القوى السياسية أو لبعض الجهات السياسية، وهاي كانت ايضا اراضي مسجله باسم امانه بغداد. طلعت عليها الدوله اليد عليها واودعت بعض اللي وجدوهم في مكان الموقع يقومون بتجريفها وتقطيعها بغيه بيعها باثمان، طبعا اكيد اثمان قليله، بس هم ينتفعون لان اصلا مال عام تابع للدوله. هاي الاراضي للاسف الشديد هي اراضي تم غصبها، احنا نسميها غصب هذه الاراضي خارج السياقات القانونيه. بسبب السطوه والنفوذ التي تمتلكه تلك الجهات او هؤلاء الافراد، يستغلون نفوذهم، يستغلون ارهابهم. ما الموقف القانوني من هذا الموضوع في دقيقه؟ خارجين عن القانون، يعاملون معامله الخارجين عن القانون، تتخذ بحقهم كافه الاجراءات القانونيه، وعلى الناس ان هم يبلغون ويوجهون اخبارات الى المحاكم المختصه، سواء في المحكمه المركزيه في الكرخ او في الرصافه. نعم، استاذ صفاء اللامي الخبير القانوني، شكرا جزيلا لحضرتك، شكرا لوجودك.